ليه لازم فكرة نتبنى ولد بمحلة ولا لا؟ كان بدي ولد مني من صلبي، بس هيك الله أراد. راح تجوز عايدة هونيك؟ تجوزها هونيك وأخذ لها بيت بقبرص. في عندي بشارة لإلك. خير. عايدة حبلي. مبروك، ألف مبروك، وقديش إلها؟ شهرين يا خليل، شهرين. ومش مصدق ايمتى بتصير بالتاسع. يعني ياسمين بنت نعمة دين؟ ياسمين مش بس بنت نعمة، ياسمين من صلبه لنعمة. عم فكر انه ياسمين رح تورط عمي. بدي اشوف كيف بدي احط ايدي على ورطي. ما فينا نتهم حدا صباح قبل ما نتاكد مين جرب يقتلني واذا كان في حدا وراه. والله انا بتهم الكل وعلى راسهم عمك سعيد. ما بعرف، ما عندي فكرة. روني بليز بليز، أنا بحسبك بتعرف. خبرني، عم بترجاك، عم بطلب منك خبرني ليه عم يا عم ما بعرف مين هي. طب شو بدي أقول لك يعني عن جد؟ طيب على القليلة قولي لي أنت وين، وإذا عندك ثقة فيي أعطيني العنوان، أنا بروح لعندك وما بخلي حدا يعرف. بتعرف حدا متخصص بفتح الخزنات؟ نعم بعرف. مين؟ أنا؟ اسمعني يا كلب، مش أنا اللي بينضحك علي، فكلني مش عارف إنك بتظهر بوحدي خيري؟ مطرحك المظبوط هو الحبس اللي ضهرتك منه رح رشاك عليه، تروح عليك يا مناخلي، واحد وسخ.
بي فكرك انا وبيك كنا رح نقبل تتجوزيه، بس كنا مطولين بالنا حتى انت تكتشفي كذبه واحتياله، والحمد لله ظهر على حقيقته. بدي خليه يندم كل حياته. لا حبيبتي، انا اللي رح خليه يندم، انت خليكي بعيده. بس بدي اعرف مين كان عم يخوني. ما تعطلي هم، انا رح اعرف. وحياتك لخليه وخليها يندموا على الساعة اللي فكروا يخدعوني فيها. لا ماما، أنا اللي كذبوا علي، ما بدي حدا ياخد لي حقي، بدي أخد حقي بإيدي. طيب روقي هلا، ما بقى بدي أشوفك عم تبكي. بدك تاخدي حقك منه، خديه. أنا بعدين باخد حق بنتي منه وبإيدي. إذا هالمرة ما رجعته على الحبس ومأبد، ما بيكون اسمي ليلى ديب. ما تسأليني عن الماضي، ما تسأليني كمان ليه ما عدنا التقينا. ما بعرف شو بدي جاوب، لأنه يمكن ظروف، يمكن صدف، يمكن أنا طلعت جبان وترددت. بس بتعرفي شو؟ أنا بتحمل مسؤولية كل شي صار، وبتحمل مسؤولية كل شي راح يصير كمان. بكفيني انك رجعت، معناتها عم تعترف انه في حب بيجمعنا. هلا المهم بالنسبة لإلي انه الناس اللي شكوا بوجودك يتأكدوا انك حقيقة مش انا اللي اخترعتك. اكيد اكيد انا حقيقة، ما قاعد قدامك هلا، واكيد في حب بيجمعنا، بس الظروف اللي راح نواجهها راح تكون اصعب بكتير من الظروف اللي واجهناها قبل. أنا كل همي كان إنها تشفى وترجع طبيعية، ما كان عندي هدف تاني، بس إنها تهرب من المستشفى هيدا اللي مش عم بقدر استوعبه. وبعد ما عرفت وين راحت؟ بعد ما عرفنا شيء. ولا هي اتصلت فيك وطمنتك عنها؟ اتصلت بمرت عمها وطمنتها. أنا مش عم تقبل تحكي معي، لا ما بعرف. ياسمين في تفاصيل كتير صارت معنا، أنت ما رح تقدري تفهميها، ويمكن أنا مش بسهولة أعرف فسرها. بس يمكن من بعد ما التقينا هلا ما في شيء له معنى بقى. يمكن هلا الوقت مش مناسب، بس في كتير اسئله انا بدي تجاوبني عليها. طيب نحن رح نترككم شوي، يمكن في اشياء كتيره بدكم تحكوها مع بعضكم. أعصابي ما عادت حملتني، ما عم بعرف شو بدي أعمل يا مختار. أنا برأيي تقدم بلاغ بحث وتحري، لأنه البنت فقدي عقلها بالكامل. يا زلمة الضيعة عرفت، ضروري البلد كله يعرف. لكن شو مفكر تعمل؟ ما بعرف، لابد ما الله يهدينا على شي طريقة. إذا زياد أنا صار عندي شك بحالي، صرت شاك إنك ما تكون موجود، وليلة اللي وعدتني تجي تزورني بالفيلا وما جيت كانت أصعب ليلة بحياتي. كلهم افتكروني مجنونة، وهذا شيء كتير أثر على نفسيتي، حتى أني صرت أتخيلك، أتخيلك واقتنعت أنه أنت خيال مش حقيقة. هي أنا حقيقة موجود حدك ومسك لك إيدك. خلص نسي الماضي، نسي كليا. أنا بحبك، بحبك فهمي بقى، بحبك من قلبي من جوا فهميها. يمكن أقدر أتناسى الماضي لفترة معينة، بس ما رح فيي أنسى. زياد ما فيي أنسى، بتعرف ليه؟ لأنه أنت كنت السبب يلي كرماله كنت رح فوت على المصاح. بتعرفي لو ما أرجع لهيكي كنت رح جن، أنا رح أسبقك على المصلحة. بحبك ولي. شو يا صباح؟ شو رأيك بهالشاب؟ شاب حلو والله.
بس بتصدق ما فهمت عليه ولا كلمة، كأنه هو مش عارف شو بده يقول. وأنا مثلك ما فهمت شي عليه، كل حكي عموميات، كأنه عنده تبرير لكل اللي عمله بهالبنت. بس من عيونه مبين إنه بحبها. بس شو في ورا على عيوني يا خليل؟ هيدا اللي مخوفني. شفتي لو ما بيقولوا حرام الإنسان يشك بالناس، كنت بقول هو ورا كل شي صار بياسمين. معك حق، وأنا كمان بشك بهالشي. بس هيئتها ياسمين بتحبه، وبتحبه كتير كمان. وأي كلمة يا خليل مش بمحلها رح تأثر على شعور البنت. لا، هالمرة غير كل المرات، مش هخليه يضحك عليها إذا هيدي نيته، لأنه أنا وراه خليل، وراه النقلة. زياد. نعم. أنا رحت على الجريدة والمجلة اللي قلت لي إنك بتشتغل فيهم وسألت عنك، وطلع في زياد أبو رحال بس شخص تاني. فعمون معروف فسر لي هالموضوع. ببساطة ما كان في قلك مش عم بشتغل هديك الأيام، لقيت شخص اسمه مثل اسمي وبشتغل نفس مهنتي. خلص شو بدك بهالموضوع هلا نسيه؟ بتعرفي؟ طيبين كتير هالجماعة، أكتر مما بتتصور. شو اسمه؟ خليل وصباح. الهيئة في حكي كتير بيناتهم، والله يستر شو في ورا كل هالحكي. متاخذي فيه؟ هي أول مرة بشوفها متعلقة بشاب هالقد. القلب وما يحب يا خليل. القلب وما يحب ما اختلفنا، بس منتركها هيك للبنت؟ شاب لم نعرفه، لم نعرف أهله، لم نعرف شو مستواه، تعلق فيه بدون ما نعرف شي عنه؟ أكيد، بس كيف بدك تعرف؟ لك أنت إذا بتسكتي شوي وبتتركيني أفكر بيطلع معي، روقي علي. والله يا خليل، والله اللي بيسمعك بفكرك سكرات يلي مرته. بس هلأ بتسلسلي لي عائلة بيت سكرات وعائلة بيت مرته، بيطلع انه سكرات هو اللي وقف بوجه طموح مرته، وقف له بوجه موهبتها تما تعمل فيلسوفي. اكيد، مين بيعرف شو كان في بين سكرات ومرته؟ انت. في حدا غيرك بيعرف؟ انت. طوي ما في اشطر منك بالتطواي. لما التقيت بتوفيق عز الدين صاحب البيت اللي أنت قلت إنك استأجرته، وقال لي إنه لا سامع باسمك ولا مأجر البيت لحدا، كانوا عمي والمختار. تخيل من لموقف، صارت الدنيا تبرم فيي، ما تعرف شو بدي أقول ولا كيف بدي أتصرف. زياد اللي عملت هيك، شو السبب؟ ببساطة عجبني البيت، موقعه وشكله. لما سألت عن صاحبه لأستأجره قالوا لي مسافر، البعد فيه مازالوا بيت مهجور، وهيك صارت. تعرفي نحن باللي صار معنا؟ كانت كتير الصدف عم تلعب دورة، نحن ما قدرنا نخطط لشيء، كان كل شيء عم يجي لوحده. زياد، الصدف، إنه معقول الصدف تلعب دورة هالقد ضدي؟ إيه معقول تلعب دورة، معقول. تعرفي شو عم فكر يا صباح؟ بشو؟ انزل اخذ رقم سيارته، روح على النافع اسال عنه واعرف وين ساكن، واسال اهل منطقته عنه شو رايك. والله عافاك يا خليل، فكره. بس كيف بدك تعرف اي هي سيارته؟ هلا بس بده يفل بنزل معه وبودعه وباخذ رقم السياره. يا عمي انت يا ابو الافكار، لك منين بتجيب انت؟ مش سكرات، قليل عليك سكرات، انت مدير النافعه. صارت الأشياء عم تتراكم لدرجة إنه حسيت حالي مقسومة لقسمين، قسم مصدق حقيقة وجودك، وقسم بده يلغي هالحقيقة. ساعة شوف الغراض والطاولة بالأوضة، ساعة بشوف الركوة على النار، ساعة بشوفك جاي لعندي على المستشفى، فجأة بتختفي كأنه كله مدروس ومركب تبين أنا مجنونة. ليه زياد؟ ليه؟ انت مش مجنونة، انا جيت لعندك على المستشفى وجبت لك ورد احمر،
بس ما كنت قادر تفتح عيونك، مشان هيك كتبت لك الورق اللي تركت لك اياه. ما بعرف ما عم بقدر صدق كل اللي عم بيصير معي، ما عم بقدر. الظاهر ما قالوا القلب تركوا بعضهم. إن شاء الله يكون هو الشخص المناسب، ما يطلع مقطع موصل وطمعان بورثة هالبنت. والله مبين عليه بحبها وبيموت فيها كمان، بس كمان ما بستبعد هالفكرة. زياد، بعد في كتير أشياء ما سألتك عنها. ما بقى تسأليني شي هلأ، تركيني بس اتطلع بعيونك. ياسمين أنا مشتاق لك، أنا مشتاق لك وأنت معي، بحس معك بالأمان. بتعرفي قديش مهمة هالشغلة؟ أنت مأكد إنه نحن رح نضل سوا؟ ولا هلأ شيء إنك تظهر من الباب رح بطل شوفك وتبطل ترجع؟ يمكن بطل شوفك وبطل أرجع، يمكن، بس بحالي وحدي إذا متت. بدي اعرف ليه ما عم تحكي معي. انا رح بطلع. عم اهلك احكيه على رواق، هلا لازم نسيرها حتى ترجع. واذا عم تسالني ليه ما بدها تحكي معك، فالسبب هو انك انت اكثر واحد بده اياها تفوت على المصح ومش قادره تسامحك. وبعدني عند رايي، المصح هو مكان الطبيعي. هلا بس تحكيها، ما تحكيها بهالعصبيه. سيسها، شجعها ترجع، ما بقى تجيب لها السيرة قدامها. اوكي، رح جرب قد ما فيي اكذب على حالي واكذب عليها لشوف اخرتها معها. ليه ما رديت؟ لانه هيدا عمي وما بدي احكي معه. سكرت الخط. بدي اعرف ليه ما عم تحكي معي، بتحكي معك معي لا، انا بشو مقصر بحقها؟ سبق وقلت لك حضرتك اكثر واحد ناوي يفوتها على المصح. وبعدني عند رايي، وحده خوده وما حدا بيقدر يغير لي رايي بالموضوع. تصطفل، هيدي بنت خيك وانت اكثر واحد ادرى بمصلحتها. بس انا رايي لما ترجع حبسها بالبيت، لا مصح ولا بلوط. اول خطوه بدنا نعملها هو انه نروح عند دكتور جو ودكتور وليد تيتعرفوا عليك. حاضر. بعدين بدك تتعرف على عمي ومرته، وبدي يكونوا مختار ومرته وتوفيق عز الدين كمان تيتاكدوا انك حقيقي مش وهم. كمان حاضر. بعدين بدي اعرفك على مكرم ابن عمي ومرته سابين، والاهم هو انك تتعرف على لينا بنت عمي، لانه لينا اكثر شخص بتتهمني بالاخوات وبتسال حالها مين الشاب اللي معقول يحب وحده خوته مثلي. كمان حاضر. شو عم تفكر؟ لك يا عمي عيب، قومي اعملي لك كباية عصير. يا خليل ما بدي ازعجهم، خليهم مبسوطين. لك ما ضيفنا شيء لهالشاب، بكره بيقول عنا بخلة. قومي قومي قومي. اسكتوا كخليل، ليش انا عندي شيء ضيفون؟ ولك يلا شيء نبشي، روحي يلا. صباح كانت عنا بالبيت من وقت ما انا خلقت، وخليل كان مرافقه للبابي وصديقه. ما تواخذني، ما سألتك شو بتحب تشرب. لا ما لي شي غير مرة، لازم امشي انا. نحن تركناكم تحكوا مع بعضكم كرمال هيك ما تعرفنا عليك مثل ما هو لازم.
رح تتعرف علي أكثر لأنه رح أبقى أزوركم كثير. يلا باي حياتي. باي. شرفتنا، خليني رافقك. لا لا معلش ما تعذب حالك، بروح لوحدي. ولو كرمال قيمتك. شو بو هالحيوان مسكر خطه؟ أنا فالل. شيرين إذا مرق في راس أو تلفن تغري اتصلي فيي. إذا حسيتيه معصب ما معصب لأنه قصة لينا هلا ورطته فيها الله يسير. دخلك على شو عم بخبرك؟ خلص اتصلي فيي باي. طيب اوكي بس سوري بدي اقول لك انه اتصل فيك فارس سلامة. فارس هلا بحكيها على الطريق. اوكي يلا باي باي. يا عمي معلش شو تعذبت؟ ولو كرمال قيمتك. انت ضيف عزيز على قلبنا وخصوصا اذا عزيز على قلب ياسمين يعني عزيز على قلبنا. الله يخلي لنا اياك، يلا بخاطرك. مع السلامة. شو بيك قاعد وحدك؟ عم فكر. بشو؟ التقيت بخليل مرافق المرحوم نعمة، سألني عن ياسمين، خبرته شو صار بحالتها وهي بالمستشفى. ايه وهالقد بدها تفكير؟ عم فكر ليش طلب مني ما خبر سعيد اني شفته. بركي في شي مشكل بيناتهم. بتعرف شو؟ طنش على الموضوع احنا بنطلع بسواد الوجه وبالذات مع سعيد. معك حق معك حق. لوينك؟ اللي من الصبح عم تلفلنا بمسكر خطك. في عندي مفاجأتين صاروا معي اليوم وبدي خبرك اياهم. وانا كمان عندي لك مفاجأة، بس قبل تشرب شيء. بيان بيان كيف فاضي؟ طويل ما طلع على راسي غير هالفكرة. يعني معقول اللي عم بتفكر فيه يا أديب؟ لك شو اللي بيمنع انه يكونوا هن مهربينها من المستشفى؟ ما عندي بشك بهالشي، بس بهالحاله مفروض تخبر سعيد. ما بعرف شو في بين خليل وسعيد وما بدي اعمل مشاكل بيناتهم. عكل الفتي لي نظري بهالموضوع. انت دايما بتعمل اللي بينعمل، شو بيقول لك الهامك اعمل. فراس انا بعتذر. وقت خبرت لينا عنك كان قصدي ساعدك بأول خطوة يلي أنت ما عم تقدر تعملها. ما كنت متوقع تعمل هالردة الفعل هي وتواجهك بهالطريقة. بسيطة. مهم أنك ما قلت لي اسم ياسمين. قلت لك أنا عملت أول خطوة. مسيرة أنت بدك تكملها. بس لو بتعرف بأي مصيبة أنا واقع هلأ. إن شاء الله ما بتاخدي دواء بحياتك. مرسي صباح. الله يعطيني صحة وعمر لدل خدمك. الله يخلي لي إياكم أنت وخليل.
تقبري قلبي، الله يرحم أهلك. صباح. شو يا قلبة لصباح؟ كيف لقيت زياد؟ بياخد العقل. طب وكيف لقيت هيدول؟ تقبريني انت. تقبريني. حلوين ايه؟ كتير. شو ما عملتي بيلبق لك. هلأ عن جد انك واقع بمصيبة كبيرة مش عارف كيف بدي اطلع منها كمان. برأيي ما عندك غير حلين، يا تخبر ياسمين او تبعد عنا نهائيا. طيب شو عم تحكي؟ هول حلين مش معقولين، لانه مش معقول خبر ياسمين بعدين ما في يبعد عنا. بس القصة قصة خطرة، مانا مزح. ما بعرف شو بدي اقول لك، شغلي بدها تفكير. بدك صراحة لينا؟ أنت وحدة مجنونة، ما كان لازم تروحي لعنده تعملي مشكل معه. إنه ردة فعلك ما كانت أبداً بمحلها. شو استفدتي؟ جرستي حالك. انت محلي شو كنت عملتي؟ انا ما كنت عملت شي حبيبتي، ولا حتى كنت بتنازل ارجع اروح شوفه. هيك بتقولي بس لما تكوني عن جد بالموقف ما فيكي تعملي هيك مع شخص بتحبيه. ولا حبيبتي كل واحد عنده ستيله. انه نقابل الحكمة ما في مشكلة، بس اذا اصرت ياسمين انه قابل عمها ومرت عمها، عم تتخيل شو ممكن يصير؟ وخصوصا اذا قابلت لينا. عم اتخيل بتكون مثل هيدا اللي حفر جورة ووقع فيها مثل الشاطر. بس بيوقعوا كلهم معي، لانه الكل معهم خبر شو عم تخطط ليلى. لا يا شاطر، ما فيك تتهم الكل، لانه وقتها كنت انت وليلى كنتوا لوحدكم، ما كان في شاهد ثالث. ما هون المصيبة. ما كنت حاسب لما ظهرت من هالبيت اني رح ارجع اسكن فيه، ولا كنت حاسب انه نعمي رح يموت ورح ارجع اخذ محله مثل ما هو اخذ محلي من زمان. بعتقد صار لازم تخبرني شو صار معك حتى بيك حرمك من الورثة. صعب علي خبرك. انا وياك تقسمنا الحلوة والمرة، تعذبت معك، شفت منك الكتير والقليل، ضليت حدك، مرتك وام ولادك. مش صعب اتقاسم معك سر صار لازم ينكشف واعرفه. المواجهه الفعليه مش مع ليلى ولا مع عمها لياسمين ولا حتى مع لينا، المواجهه الفعليه مع ياسمين. انا المتهم الوحيد، مش انا اللي انتحلت شخصيه زياد ابو رحال، مش أنا اللي نفذت الخطة اللي رسمتها ليلى كلها بدون تردد. مش أنا، فهمني. روق. شو هيك؟ بالنهاية كمان أنت كان عندك أسبابك، أنت ضحية. ضحية وجلاب، ما هيك؟ عم تتخيل شو ممكن تكون ردة فعل ياسمين لما تعرف؟ شو بدي يكون حكم علي؟ عم تتخيل؟ قبل ما اتعرف عليكي كنت مدمن سهر وقمار ونسوان. وضليتك مدمن على هالشي حتى من بعد ما تجوزنا. هذا كان جوي، كل يوم كنت اغرق أكثر من يوم. كان المرحوم بيي والمرحوم نعمي يشتغلوا، وانا اسهر لنص ليل بالبار وكمل بالكازينو لوج الصبح. هيدا كله عشته معك، يا ريت بتفوت دغري بالموضوع. كنت كل ما اطلب من المرحوم بي مصاري اسمع منه نفس الكلام. انا ما عندي مجبور فيك، المصاري ما معي، وحتى لو كان معي ما بقى رح تشوف مني ولا قرش.
هشتغل، رح اشتغل واصرف على حالك، وان شاء الله بتعمل السبعه وذمتها. امرك ما عاد يهمني. الله، مش كل ما بدي مصاري تعمل لي محاضره. بهمك امري، ما بهمك اخر همي. انا مخنوق وبدي مصاري. انه انا ابنك ما تمنعني منك، هو فتح الحنفيه على الاخير وانا بطلعت لي اياهم طنيط. هودي مصريات، هيدا تعبي وانا حر فيهم. مش عاجبك؟ تفضل، الباب قدامك، روح وان شاء الله روحه بلا رجعه. انا عندي ولد واحد، ولد واحد. اما انت ما بعترف فيك، ما بعترف بالقمرجي والسكرجي والنسوانجي واللي مجرسني بين العالم. رح من وجهي، رح من وجهي احسن لك. لحد هلا بيك كان معه حق. انا كنت غلطان، بس هو ما كان عنده عاطفة علي. من وقت اللي توفت المرحومة أمي ما سمعت منه كلمة حلوة. كان نعمي كل حياته، مأمنه على كل شيء ومسلمه مصرياته. مرة طلبت من نعمي مصاري، عمل لي تشيك، وكانت صدمة حياتي. تفضل، وما تخلي البابا يعرف، لأنه ما بقعد أخلص من الزين. شو هذا؟ أنت وبيك حساب واحد؟ إيه، وين المشكل؟ المشكل إنك آكل البيضة وتقشرتها. بدي أعرف شو عمله لبيك، شو حطت له براسه حتى مبعدني عن الشغل وعن المصاري؟ ما حدا مبعدك عن الشغل، تفضل، المكتب مفتوح قدامك. وإذا عارض البابا اتركه عليه، بس انت قرر انك بدك تشتغل. لا قادر شوفك ولا قادر شوف بيك، وغصب عنكم بدكم تعطوني مصاري. ويوم عن يوم صار حقد يكبر على نامي وعلى بيي، وبدون ما يعرفوا رهنت صيغة امي وخسرت حقها بفرد ليلي. صرت اسرق من البيت وبيع، واتدايق من هون ومن هون، والناس يطالبوا بيي ونعم يروق ويسدد الديون. حتى بالاخر توصلت اني بيع عقودة نومي وهرب بيي وجن. لو بتعرف اعمالك قديه عم بتكرهني فيك، ولازم تعرف كمان انك صرت حمل تقيل علي وعلى خيك، موطيلنا راسنا قدام كل اهل البيعة وقدام اصحابنا وقرايبنا. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك، عم بتبيع اوضة نومك؟ تفو عليك، تفو عليك وعلى الساعة يلي خلقت فيها. واحد نذل بلا اخلاق. ورهنت صيغة امي كمان، واذا ما بدفع الرهن بالوقت المحدد لاقعد بسلامتك. طارت الصيغة. شو عم بتقول؟ راهن صيغة امك؟ الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا سعيد. الهي وربي، يجيني خبرك اليوم قبل بكره. و وصلت منك الحقاره والدنيئه والوطاوي انك تسرق صيغه امك؟ روح من وجهي، روح من وجهي، وشغلي معك بعدين يا قليل الشرف. كل هالشي صار بيناتكن وبعدك عم تسأل ليه بيك حرمك من الورثة؟ أنا كنت عم بغلط، بس هو ما عرف كيف يوقف بوجهي ويمنعني عن الغلط. وكانت الأمور تصلحت يمكن لو ما أسمعوا هونيك ليلى عم بيحكي مع المحامي. ألو أستاذ؟
اي اهلا. بدي الغي الوصية وبدي اياك تسجل كل الارض والاملاك باسم ابني نعمي. عقد بيع وشراء، بيع وشراء، واضح؟ على كل حال انا بكره بنزل انا وابني نعمي لعندك، ماشي؟ الله معك. ما بقدر اتخيل شو كانت ردة فعلك. ليلتها تخبيت وما خليت حدا يعرف اني بالبيت. ايه؟ نطرت نعمي حتى فل. شو؟ مبين رجع بكير على البيت. رجع بكير لأنه في حساب بيناتنا لازم صفيه. بيناتنا يا سعيد ما عاد في حسابات. من شان هيك بدك تكتب كل شيء باسم نعمي. صح. بدي اكتب كل شيء باسم نعمي. لأنه أنت بالنسبة لإلي ما عاد موجود. يعني أنت الله يرحمك. بنت كمان الله يرحمك. موت سعيد! موت الله يرجع! سعيد! قلت له بيع سعيد! يمكن معك حق ما تخبر هالقصة لحدا. بس ما كان معك حق تخلينا كل عمرنا محتاجين لخيك نعمي. لو ما نعمي كان ناسم فتيح سيارته بالبيت كنت انا قتلت بيي. بس كان مكتب له اني اعيش بيشحطني من البيت وتبرى مني يكتب كل شيء باسم نعمي. بس نعمي كتب نص الثروه لإلك وانت صرفتها، وانا واولادك ما شفنا منها ولا قرش وخليتنا نشتري اللقمه. الله يرحمك يا خيي ويسامحني على اللي عملته وعلى اللي عم بعمله. شو يا ماجد؟ صعب شوي بس رح ضلني حاول. ليك ما رح نفل من هون قبل ما تفتح الخزنة، سامع؟ هو شوي خلينا اعرف اشتغل. بكره رح نرجع نترك هالفيلا ويرجع كل شيء لياسمين، وحضرتك رح ترجع موظف عندها ونقضي كل حياتنا محتاجين لإلها. ياسمين نهيت المصح، من هون لتصح لكل حادث حديث. هيدي ياسمين. الو؟ هاي طنط ليلى. كان بدي احكيك الصبح بس قلت ما فيني ما خبرك. ايه حبيبتي شو في؟ التقيت بزياد. كيف؟ كيف التقيتي فيه؟ وين؟ هلا مش مهم، بكره بخبرك على رواق. اصلا بدنا نطلع انا وزياد على الفيلا، وبدي انه عمي يكون هو المختار وكل الناس اللي شكوا فيه واعتبروا اني عم بتخيلوا جن. بما فيهم توفيق عز الدين. قولي لعمي، وبدي كمان لينا تكون موجوده لانه لينا اكثر وحده اتهمتنا بالجنون. باي. الو ياسمين. الو شو بها؟ شو في؟ جاي هي وزياد، لازم المختار يكون موجود وكل العيلة، ومعنا توفيق عز الدين. رجعت تتخيل وتحلم هي واعي. من بكرة وبالراية اشياء كتيرة رح تتغير. ياسمين عمو تفضل ما تخبريش حدا انك كنتي عنا. ما بقى في لزوم تخافوا من اي شيء ولا من اي حدا. انتو هلأ مطرح امي وبيي، يعني بحق لكم تعطوا رأيكم بكل شيء خاصه فيي. بس يا حبيبتي عمك سعيد ما رح يسامحنا اذا عرف. ولا انا رح سامحه.
متأكد؟ ولو؟ يلا شوف. ما تنسى وعدك إلي. خلص مجنون، طمني تحت على بالك. ليك عم بدق الباب برجع بحكيكي بعدين. باي.